ما تشلنا من الحق معه. مبسوطة مبسوطة، يلا امشي بيه امشي بيه. مبسوطة عندي أوي هنا وبلعب مع أصحابي في أوضة اللعب. مش هقول تاني. انتوا طبعا كنتوا معانا في المرحلة في الجولة اللطيفة ديت. المكان ده اللي اتبنى بيه الروح المصرية والعربية، الكل بيساهم فيه في سبيل انهم ينجوا الأطفال ديت، فده يعني شعور لأول مرة أنا شعرت بحاجة زي دي. يعني مستشفى يعني أحسن من المستشفيات اللي بشوفها حتى في أمريكا. فأنا طبعا أتعشم وأتمنى إن المجهود بتاعهم يجيب نتائج أكثر وأكثر، وإن أطفال كتيرة جدا إن شاء الله سوف يشفوا بمجهود هذا العمل الجليل. أنا أتمنى إن شاء الله نيجي نشتغل معاهم ونجيب لهم طبعا النانو والقطع الذهب ديت، ونعلمهم إزاي تتعمل تبقى محلية، يعني مش ضروري يشتغلوا مرة أو أي حاجة، يعملوها هم كجزء من أبحاثهم هم إن شاء الله. أنا النهاردة لما جيت المستشفى حسيت بالأمان، حسيت إن مصر بخير. هذا المستوى العالمي لهذه المستشفى بيقول إن إحنا في مصر لما بنحب نعمل حاجة بنقدر نعمل حاجة. مستشفى متكامل لهم هدف واحد، هذا الهدف هو إسعاد أسرة لها ابن بيعاني من مشكلة معينة. شفت قد إيه الأطفال الحقيقة بيلقوا رعاية طبية فائقة. المستشفى وصلوا لنجاح، بس هذا النجاح يتطلب مجهود للحفاظ عليه. الفترة اللي جاية إن شاء الله هتشاهد تعاون علمي، نجتمع جميعا كرجال علم وكأطباء لتحقيق هذا الهدف من أجل خدمة المريض اللي بيأتي المستشفى. فأنا بدعو كل مصري، كل إنسان بيحب الخير، أن يشارك في هذا العمل العظيم لكي يستمر عطاؤه ويتقدم أكثر وأكثر. الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للمصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا المشروع الحضاري الكبير الذي بني على العلم وبني على التخصص وبني على المهنية العالية هو مثال يحتذى ويجب أن يتكرر في منهجه في سائر المجالات، في التعليم، في البحث العلمي، في الصحة وفي غير ذلك في هذا البلد الكريم الذي ينبغي علينا أن ننقله نقلة حضارية إلى الأمام. هذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال، لابد أن يستمر، واستمراره يحتاج إلى معونة من أهل الخير، سواء بالتبرعات، سواء بالأوقاف التي تذهب إلى البنيان وصيانته، أو سواء بالزكاة التي تذهب إلى الإنسان ورعايته. علي جمعة، مفتي الجمهورية. كان يسعدني جدا ان انا زرت مستشفى اطفال للسرطان، ودي حاجة مشرفة لانها بتدي خدمة للشعب المصري على اعلى مستوى، بالتفاني، بالعناية الممتازة، كل المعدات والبنى مهم طبعا، انما اهم من كده الستاف، الناس اللي بتشتغل. وفي المستقبل ان شاء الله يشرفنا المجموعة بتاعتنا ان احنا نشتغل مع مستشفيات زي دي، وكمان اللي بدنا نسمعه كمان مش بس للخدمة بل كمان للأبحاث العلمية اللي هي مهمة جدا للوقت الحاضر وللمستقبل ان شاء الله. شكرا. انا مجدي يعقوب، جراح قلب. اسمي أحمد، عندي 11 سنة، وكنت مش بقدر أمشي في المدرسة ولا أطلع السدلي،
وكنتش بقدر أجري في النادي. جيت كشفت هنا في المستشفى وحجزوني في الأوضة علشان ليا جلسة علاج، وأنا مبسوط هنا في المستشفى. وبطلع المكتبة فوق وبلعب مع الأطفال وفي الجنينة تحت وباخد علاجي. أنا الحمد لله بتحسن وبشكر كل الناس اللي بتتبرع لي. يقول رب العزة: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا كان هذا بالنسبة لمجرد زيارة المريض، ما بالك بمن يبذل هذا العلاج بالمجان. وأحب أن أنبه القائمين على الدواء أن هناك أمراضا وقف الطب حيالها لا يحرك ساكنا، لا علاج لها، وهذا أمر خاطئ ولا يقره الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. كل مرض قال عنه الطب أنه لا علاج له إلا المسكنات، هذه نظرية خاطئة. الصحيح أن له علاجا لكن لم تكتشفوا، ولعل هذا المستشفى وقوته العلمية يصل إلى هذا العلاج. أنا اسمي محمد أحمد مبروك، وشغال مطبعجي، وعندي 84 سنة، وجيت هنا من أجل التبرع. وجيت هنا هوت فوجدتها عبارة عن جنة، واللي فيها ناس محترمين جدا، ويقال لهم إنهم ملائكة الرحمة. فسبحانه وتعالى أنا عاوزكم تيجوا تتبرعوا هنا من أجل الأطفال، ولازم بالرأفة يكون عندكم برضك حنية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفي كل مريض. لما نقرب أو من بعد وما بجد نخاف على بعض، ممكن نعلى حقيقي ونقوى ونصبح أقوى شعوب الأرض. لما بإدمان أكل روحنا، لما نفوق من داوي روحنا، لما أنا تتحول إحنا ونصلح أخطائنا بجد. لما نحب بجد عملنا، وما نقول إحنا اللي عملنا، وما نلاقي الصبر أملنا، ولما نبطل خوف من بعض. لما تجار حمام التلات ودرب سعادة ودمياط والمنصورة وبورسعيد وأنحاء جمهورية مصر العربية. دخلنا المستشفى بكل فخر وكل إعزاز، شفنا صرح كبير جدا جدا، ويا سلام لو تيجوا تشوفهم العيانين اللي هنا هم فرحانين إزاي. كويس الموضوع إن القائمين على المستشفى بيعملوا بإخلاص، وعلى فكرة المستشفى كل المرضى اللي فيها اللي هم جايين يتعالجوا بدون مقابل. والإنسان يفخر ويسعد عندما يرى بصيص من الأمل والنور على أرض مصر، تجد أعلى مستوى من الرعاية وأعلى مستوى من العناية وأعلى مستوى من العلاج. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. We'll be right back.
السلام عليكم. شرف عظيم لينا النهارده ان احنا يكون عندنا اثنين من اعجاب مصر، شخصيتين متميزتين، الاستاذ الدكتور مصطفى السيد عالم من العلماء المشهور ليهم، والدكتور عارجي جمعه مفتي الديار المصريه، عالم اخر ومش بس في الدين، عالم دين ودنيا. اسمحوا لي انا هقول ان انا هقدم الدكتور مصطفى السيد، بس هو مش محتاج يتقدم. هو الدكتور مصطفى السيد اتخرج من جامعه عين شمس، مصري، ابن مصري، وخد درجه الدكتوراه من جامعه فلوريدا، وهو بيشتغل استاذ الكيمياء الحيويه ومدير معمل ديناميكيات الليزر في معهد جورجيا للعلوم والتكنولوجيا. هو عمل باحث في كل من جامعات يير وهارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. دكتور مصطفى له اكثر من 500 بحث، والدكتور مصطفى من ابرز العلماء في مجال التطبيقات الوسائل الطيفيه الجزيئيه لدراسه التحولات الحركيه في الجزيئات الكيميائيه. الدكتور مصطفى السيد اخيرا تم تكريمه العالم المصري من الدكتور مصطفى السيد في احتفال خاص بالبيت الابيض يوم 29/9/2008، وده كان تكريم لمصر كلها مش تكريم الدكتور مصطفى السيد لوحده. والدكتور مصطفى حصل على ارفع وسام علمي امريكي في مجال الكيمياء لعام 2008. الدكتور مصطفى السيد كرمه السيد رئيس الجمهوريه محمد حسني مبارك فناج وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى يوم 28 يناير 2009، واصبح عضو المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. انا واحنا في معرض الكلام بتاع الدكتور مصطفى، في بنوته من البنات بتوعنا كانت حابه تقول له حاجه وتقول له اتفضلي. دكتور مصطفى قالس عايزه تقول لحضرتك حاجه بمناسبه ان حضرتك جيت، هي عملتها وعايزه تقول. القصة مش قصة نانو، ده حب البلد وإخوانه وتواضعه قمة أخلاقه، خلت العالم كله بأركانه يفخر بعلمه وأبحاثه. حلم إنه يشفي العيان، وقال تكالي عليك يا رحمن، فين هو المعمل ده كمان، وبشوية ذهب هنجرب على الحيوان، وأنا في مسيرتي عشان يخف الإنسان في كل حتة في العالم أيا كان، ده خير المصريين على العالم من زمان، كونك تتكرم ده دفع للأمام، والرسالة توصل لكل إنسان إن المصري عبقري في كل الأزمان. إنت كل اللي يهمك تعالجني، وخايف عليا وتقول ده ابني، أنا هحفر اسمك في التاريخ وأقول يا مصر أهو ابنك الصحيح، بيساعد القلب الجريح، أنا واللي زيي مرضى السرطان في مستشفى 57 وفي كل مكان، بلدي بتديلك أعلى وسام، وذهبها وخيرتها في إيدك بدون كلام، وأنا بديك جسم العيان واثق فيك وكل أمان، عشان شفت فيك الحنان وعلمك وأخلاقك وقلبك الطيب، وهقولها كمان انا بديلك جسم العيان واثق فيك وكل امان، عشان شفت فيك الحنان وعلمك واخلاقك وقلبك الطيب يا عالمنا الكبير يا دكتور مصطفى السيد. على فكره أجس في سنه اولى اعدادي، وهي عندها سرطان في العظم وبتتعالج في مستشفى، وهي مقرره هي والدكاتره بتوعها انها هتخف. بمناسبه 85% من الاطفال اللي عندهم سرطان بيخفوا باذن الله. عايز اقول عندنا ضيف عالم كبير، دكتور علي جمعه. محدش يعرف الدكتور علي جمعه عمل دي المستشفى غير ربنا سبحانه وتعالى، ويمكن انا وشويه مجموعه ناس حواليا. انا رجعت للدكتور علي جمعه من 6 سنين أو 7 سنين لما كانت المستشفى لسه حلو، ورحت له هناك استقبلني قلت له احنا عايزين نبني مستشفى. انا ساعتها ما قابلتش مفتي الجمهوريه، انا قابلت عالم في الاقتصاد
وحياه ربي انا بقول كلام من قلبي. عالم في الاقتصاد، عالم في الاداره. في 5 دقائق الدكتور علي جمعه مش بس اداني فتوى شرعيه، لا ده هو اداني درس في الاقتصاد وازاي نقدر نوصل للناس. الدكتور علي جمعه ادانا الفتوى اللي كان بسببها بنى مستشفى اصبح سهل، جابت فلوس كتيره. ويا رب انا بدعي من ربنا ان ربنا يجازيه في الاخره بكل قرش تعريفه ساهم فيه، ان طفل صغير هيتعالج، وان دكتور هيقعد في مكان نظيف ومحترم، وان الدكاتره هنا والممرضات هيعرفوا يعالجوا العيانين بفكر وبحب، وان احنا نلاقي مكان محترم نقعد فيه. انا كنت عايز اقول حاجه عشان مش هطول، بس هقول تاني حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام: ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، وان كل داء دواء، فاذا اصبت دواء الداء برا باذن الله تعالى. احنا في المستشفى هي اكبر من مشروع مستشفى بيعالج العيانين، نفسنا يبقى عندنا بحث علمي حقيقي. الدكتور علي جمعه قال: وادم للعلم مذاكره، فحياته العلم مذاكره. فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة قالها. أنا برضك مش هرجع أقول تاني إن الدكتور علي جمعة خد إيه وعمل إيه، لأن الحقيقة أعماله والسي في بتاعه هو كمان كبير. دي المستشفى بتاعتنا. إحنا المستشفى بتاعتنا إحنا كونكتد لمعهد الأورام القومي، إحنا طالعين كلنا أساتذة من معهد الأورام القومي، وهو امتداد طبيعي للمكان اللي احنا اتوجدنا وتربينا فيه، هو هذه المستشفى. هرجع اقول ان في فضل الناس علينا لازم نذكره ولن يكون رياء. الناس اللي كانت ورا المستشفى، مجلس اداره المستشفى، واللي ما بيظهرش خالص، ودي علامه جميله وكويسه ان الناس مش عايزين حاجه غير وجه الله سبحانه وتعالى، والسيده الفاضله سوزان مبارك والدكتور فتحي سرور على المجهود اللي هم عملوه. احنا مهتمين جدا بالبحث العلمي، وبعدين عايزين نوضح ما هي البحث العلمي. ان البحث العلمي يا جماعه بناخده في مصر ان شركات الادويه الكبيره جايه تجرب ادويه على العيانين. عايز اقول بس ان شركات الادويه ما عادتش بتجرب ادويه على العيانين، لان شركات الادويه لو جربت ادويه على العيانين وطلعت النتائج غلط، الشركات دي واحد بس هيرفع عليهم قضيه وهتتقفل. النهارده البحث العلمي زي ما تسمعوا من الدكتور مصطفى السيد، هو بحث في الجزيئات بتاعه الخليه، هو بحث في الجينات بتاعه الخليه، هو بحث في تركيبات الجزيئات بتاعه الخليه اللي سببت المرض، وهو ده اللي احنا عايزينه ببساطه. البحث العلمي واللي احنا ناقصنا في مصر ان يبقى فيه داتا مانجمنت. داتا مانجمنت اللي هو يبقى عندنا قاعده بيانات ومعلومات من خلالها نقدر نعرف. احنا في عصر الانفورميشن وعصر المعلومات، نقدر نعرف احنا رايحين فين، عندنا ايه في ايدينا. في مبدا في الاداره بيقول: يو كانوت مانج وات يو كانوت ميجر، ما لا تستطيع إدارة ما لا تستطيع حسابه. إيه هو ببساطة البحث العلمي؟ سيمبل يا جماعة، ببساطة شديدة نسأل سؤال. هل إحنا بقى صعب علينا إن إحنا نسأل سؤال؟ هل صعب علينا إن إحنا ابتدينا نحلم؟ إيه هو البحث العلمي؟ البحث العلمي إن أنا أشوف اللي شافته الناس كلها، ولكن افكر فيه بطريقه تانية ما حدش فكر فيها. واحنا نقدر، والدليل الدكتور مصطفى السيد والدكتور علي جمعه، احنا نقدر ونقدر. في ناس بتسال سي ثينجز ذات ار ذير اند سي واي، ليه؟ وانا بشوف بعض الناس يرون الاشياء ويقولون لماذا، وارى اشياء ليست موجوده واقول لماذا لا. هو فعلا لماذا لا يا جماعه؟ احنا مش اقرب من اي حد تاني، مش هيجي من شعوب العالم كلها، ونقدر نعمل بحث. في مثل انجليزي لذيذ قوي: ديك البرابر دخل على الفراخ بتاعته في العشه وجايب لهم بيضه نعامه، وراح حاططها قدامهم كده وقال لهم: بصوا على الناحيه الثانيه من الشارع الناس عندها ايه؟ بيضه فراخ صغير قوي، بيضه النعامه كبيره قوي. لو ما كناش هنفوق وهنصحى عشان نشوف الناس الثانيه عملت ايه والناس التانية عندها ايه، هتبقى مشكلة صعبة جدا بالنسبة لنا. قال لهم: يا بنات، دخل الديك على الدجاج يوما حاملة معه بيضة نعامة وقال: انا مش عايز اخوفكم ولا اضايقكم، بس عايز اوريكم الناس اللي في الناحية التانية عندهم ايه. في
في عالم اسمه بيتر دراكر هو أستاذ علم الإدارة في العصر الحديث بيقول إن الموارد الاقتصادية الأساسية ما عادتش رأس المال وما عادتش مصانع ولا هي موارد طبيعية فحم ومنجنيز وبترول ولا هي العمارة. العمارة كتيرة جدا لكنها هي العلم والمعرفة ولازم نتك عليهم جامد جدا. احنا تعاوننا مع معهد قومي للأورام اللي هو الأساس بتاعنا، احنا تعاوننا مع مركز القومي للبحوث الدكتور هاني الناظر، والدكتور هاني الناظر جه وجي 100 باحث من المركز القومي للبحوث وقعدوا مكانكم وابتدينا نعمل بحوث مشتركه معاهم. ابتدينا اول مجموعه كانت قاعده النهارده افتكر في برين تيومرز في سرطانات المخ. اعتقد ان احنا عندنا مكان امكانياته عاليه جدا وعندنا العيانين اللي احنا عايزين نخففهم وهم عندهم امكانيات قويه جدا في البحث العلمي. فاحنا بنتعاون مع بعضينا عشان نوصل لنتيجه محترمه. الدكتور طارق حسين رئيس اكاديميه البحوث البحث العلمي هو كمان بيتعاون معانا وجابرينا الحقيقه منح كتيره. احنا كلنا تبع معهد القومي للاورام. عايز افكركم يا جماعه مصر مش هتفضل امبارح كنا، لكن مصر بكره ازاي هنكون. شكرا. عايز ما اسمعليش انا متاسف ان انا ست دي هي اللي احنا كلنا بنشتغل، هي كانت سبب المستشفى. حاجه زهره دي جت في يوم من الايام واحنا واقفين في المستشفى وهي داخله المستشفى، فاحنا كنا مستغربين جدا مين الست العجوزه اللي داخله المستشفى. الحقيقه احنا قلنا مش عايزين شحاتين تخشوا المستشفى، وكنا سوري في الكلمه دي الحقيقه اسفين. دخلت الحاجه زهره وطلعت من مكان لمكان لمكان، طلعت كيس صغير محوشه فيه 5 جنيه قالت انا عايز اتبرع بيهم للمستشفى. ست زهره اكتشفنا انها من كوتسيكا وبيعت جرجير. اديتنا درس في الاقتصاد تاني انها قاعده في اوضه ب 22 جنيه في الشهر وبتبيع جرجير وبقدونس بقد ايه في اليوم. وقالت لنا انا شفت الاعلان عند جارتنا بتاعكم وقلبي اتقطع وقعدت احوش في الفلوس دي سنتين. اتمنى من ربنا ان احنا نكون قد الامانه اللي احنا شايلينها. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أريد أن أبدأ بأن أشكر لكل ما هنا في هذه المستشفى، لأن اللي شفته من أبحاث وأشخاص وعلماء وأطباء يعني يمكن من أحسن ما يمكن اللي شفته في أي مستشفى تانية في أمريكا. حتى معظم المستشفيات في أمريكا كلها يعني عدد السرائر الموجودة وإنما الأجزاء اللي لازمة للأبحاث نفسها أو للتجارب أو للكشف على الإيه اللي موجود والخلية ونوع السرطان إيه وكده، يعني جزء بسيط من المستشفى نفسها. هذه المستشفى فيها تقريبا وطبعا قبل ما اقول انا كلامي العلميه والحاجات العلميه عايزه طبعا تتبارك وانكم يعني تشوفوها وتسمعوها كويس. وطبعا نستدعي حضره المفتي يقدر يقول لنا كلمتين. لا والله يكلم عشان طيب اللي انا عايز اوريكم today يعني النهارده ان برضك ربنا له اشياء انه بيدينا برضك العقل والتفكير انه نستخدمه في البحث العلمي يعني يساعدنا في حياتنا كلها. اللي انا مش عايز اروح على طول علشان الوقت ان اقول لكم الاول ايه هي نانو تكنولوجي، الحاجه اللي
سمعوا عليها كتير طبعا، وازاي استخدمت في 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 معالجة السرطان. اي مادة حوالينا لما نصغر حجمها في حجم النانو، نانو متر، الخواص بتاعتها تختلف، بتختلف خالص. قد ايه النانو متر ده؟ سمك شعرة واحدة 50,000 نانو متر. فالحجم طبعا بتاع المادة بيبقى صغير جدا، بحيث ان الخواص اللي احنا شايفينها بيه يعني في عادة بتبقى مختلفة خالص. طب وايه ده مهم ليه؟ اي علاج، اي صناعة، اي شيء بنعملها احنا بنبدع بيها مبنية على خواص مادة او مادتين او ثلاث مواد. الدواء ما هو الا مادة وله خاصة معينة بتتفاعل مع الخواص البايوكيمستري بتاع جسمنا وتعالج حاجة. فلما تكون اي مادة احنا بنشوفها دلوقتي حتى ملهاش لازمة وانه صغرها في حجمها جدا، يمكن تطلع لنا خاصة مهمة نعالج بيها حاجة زي السرطان. فنقوله النهاردة هو الذهب. ايه الذهب؟ خواصه لما فيه يعني اللي احنا شايفينها دلوقتي لا يتفاعل مع اي شيء، لا ما يعملش اي شيء كيميائيا. هو كويس بيلمع وللزينة كويس جدا، ولكن بس ما فيش حاجة تانية. لما حجمه يصغر في النانو متر سكيل بيبقى له خواص عديدة في مختلف أنحاء الـ 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 الأشياء اللي احنا عاوزينها. احنا بس يعني صفتين اتنين اللي هم استخدمناهم. الخاصة الأولانية ان احنا نشوف هل في سرطان في الخلايا بتاعتنا ولا لا، وثانيا لما نعرف ان فعلا الخلية اللي بعض الخلايا اللي في جسمنا فيها سرطان نقدر نتخلص منها. ايه الخواص دي؟ يعني هديت بتبين لكم ان يعني الذهب العادي جميل جدا، وكينج طاطا اخون طبعا عرفه من زمان، والماسك بتاعه ده بيلمع زي اليوم اللي حطه على وشه 3000 سنة مضوا. انما لما في بنكسر الذهب في الحجم الصغير جدا بيقول له خواص كتيره جدا، بيتفاعل، بيساعد عمليات كيميائيه، يعني وبيعالج السرطان، بيستخدم في يعني في الكوميونيكيشن، في الاوبتكس، في الضوء، في كل حاجه. يعني احنا نختار اهي دي فيها حاجات لطيفه، الوان لطيفه بنشوفها احنا. يعني احنا طبعا كنا بنشوف الحاجات دي كلها في الصين، الحاجات اللي في روما الرومان في ايطاليا، الكوبايه ديت فيها الازاز بتاعها فيها قطع ذهب في نانومتر سكيل، ما كانش يعرفوا ايه نانومتر ده. انما تتوقف بتحط الضوء جوه تشوف الضوء من بره احمر، لو تحط الضوء بره تشوف الضوء اللي جاي لك ينعكس عليه باخضر، بتبين انه بيمتص الضوء جدا لما نحطه في الكوبايه، والضوء بيحاول يجي لنا احنا فبيعبر الزجاج. فالضوء القطع الذهبيه الصغيره ديت اللي فيه بتمتص الضوء بشده، فالضوء اللي فاضل بيبقى الاحمر ده، هو الضوء بتاعه هو اخضر. انما لما يمتص الضوء الاخضر اللي فاضل التكوين اللي فاضل بيبقى احمر. لما نحطه بره بيعكس الضوء بشده، بحيث ان الضوء اللي بيعكسه طبعا الاخضر اللون بتاعه، فتبين ان قطع الذهب الصغيرة ديت بتمتص الضوء بشدة وبتعكس الضوء بشدة، او دول صفتين هنستخدمهم. في صفة ثالثة بقى اللي هي مهمة ديرت هنوريكم الصفتين دولت هنستخدمهم تقريبا في حاجتين. اما بيعكس الضوء بشدة يعني لو نحط قطع الضوء الصغيرة ديت على خلايا السرطان ونحطها تحت ميكروسكوب نشوف الخلية من نفسها بتضوي ضوء. لما نخلي الضوء يخش فيها يمتص الضوء برضك بشدة ويحول، دي الخاصة الثالثة بقى، بيحول الضوء اللي يمتصه إلى حرارة. هذه الحرارة هي اللي بتسيح خلية السرطان وتتخلص منها. فأولا نعرف نقدر نشوف الخلية السرطان، وثانيا نقدر بالضوء برضك نقدر نتخلص من خلايا السرطان. طبعا هنوريكم بقى يعني
هذه مثلا هذه مثلا ثلاث خلايا مختلفة. الخليتين اللي على اليمين خلايا سرطانية، اللي على الشمال ديت اللي احنا مش شايفينها خلايا سليمة ما فيها سرطان. فكل اللي بنعمله عملنا ازاي، جبنا دول ازاي، بناخد القطعة بتاع الذهب الصغيرة ديت بنحط عليها جزيئات بروتونات اللي بتحب تروح تتلزق على سطح الخلايا السرطان. وسبحانه وتعالى برضك يعني خلانا ان احنا شكرا ألف سبحانه وتعالى الخلايا السرطانية بتفرز بروتونات على سطحها بحيث ان احنا نقدر نعمل بروتونات تانية تشبك فيها، ولكن الخلايا السليمة ما بتعملش البروتونات دي. فكل اللي احنا عملناه ايه، ان خدنا قطعة التهب الصغيرة ديت اللي بتعكس الضوء بشدة وركبناها على البروتونات اللي بتحب تلزق في البروتونات اللي على سطح الخلايا السرطانية، فتاخد كل الذهب وتحطه تكونه كله على سطح الخلايا السرطانية، على سطح الخلايا السرطانية، ولكن الخلايا الصحيحة ما بتحبش تشبك فيها لأن الخلايا الصحيحة ما فيهاش البروتونات ديت اللي احنا حاطينها بتلزق علشان تلزق فيها. فتجد كل الخلايا كل الذهب قطع الذهب الصغيره اللي بتعكس الضوء بشده وبنشوفه تحت الميكروسكوب ده هي باينه جدا، وشايفين بنشوف خليه واحده كل واحده فيها بنشوفها علشان الذهب اللي عليها بيعكس الضوء بشده جدا. فطريقه سهله قوي، يعني وقت من الاوقات الدكتور ياخد نقطه دم ويحطها من المحلول ده اللي فيه البروتونات والقطع الذهب اللي بتحب السرطان ده ويحطها تحت الميكروسكوب بعد 3-4 دقايق، لو شاف في خلايا كده يعني متزوقه بالذهب ده، دي خلايا سرطانيه. لو يشوف الخلايا بتحاول تبعد ما فيش ذهب عليها، ديت خلايا سليمه، فيقدر يقول للشخص انت او انت عندك سرطان لو الخلايا زي دي، او انت ما عندكش سرطان لو الخلايا زي دي. ففي دقيقه واحده، بدل دلوقتي طبعا لازم يعملوا لها كلتشر كذا ساعة أو 24 hours ويشوف العد والخلايا هل كترت بسرعة ولا لا، دي تتعمل يعني في لأن حاجة بالضوء بميكروسكوب بسرعة، يعني حاجة أوبتيكال. طيب ناخد دلوقتي على طول هاي الفكرة التانية جاية، عايزين نقتل بقى الخلايا السرطانية، ودولت عليها خلايا عليها الذهب كتير، وإحنا بنقول إن الذهب برضك بيمتص الضوء برضك بشدة ويحوله إلى حرارة. فلو نحط ضوء مش تقيل قوي، مش ليزر باورفول ليزر والكلام ده كله، على ديت او على ديت، هي هيمتص الضوء ده ويحوله الى حراره عاليه بحيث ان الخليه نفسها تدوب تسيح تقريبا. اي خليه لما نسخنها بتسيح على طول، فتبص تلاقي ديت وديت يسيحوا، ولكن ديت لان ما عليهاش ذهب هتقاوم السياح، ما فيش ذهب عليها، الذهب اللي بعيد عنها الذهب في كل حته الا عليها، فتبص تلاقي ان لو نحط ضوء بشده معينه مش كتير قوي نتخلص من خلايا السرطان، ولكن مش نتخلص من الخلايا، ما تاثرش على الخلايا السليمه. ديت برضك حاجه لطيفه قوي، دولت فيران عملنا فيهم سرطان انديوس يعني السرطان نفسه فيهم، وبعدين ديت حطينا فيها ذهب انجكتد، حطينا فيها قطع الذهب ديت، ولكن دولت ما فيش ما عطيناش الذهب. لو بعدين حطينا ضوء من ورا فالضوء طالع جاي لنا لان في الذهب هنا في السرطان هنا امتص كل النور طول النور، ما امتص النور كله فالضوء ما خرجش من الحتت اللي فيها الذهب دي، فتبان انها حته سودة. الصوره ديت متاخده بموبايل، الموبايل اللي انتوا عمالين بتصوروا بيه الناس وكده، يعني التكلفه طبعا دلوقتي علشان نشوف سرطان بين اكس راي اللي هي حاجه مكلفه طبعا جدا، فديت تبين من الصفات الجميله بتاعه السرطان ديت ان الذهب ديت انها بتمتص الضوء، نقدر نستخدمها بحيث ان نكشف عليه بحاجه سهله جدا مش بحاجه معقده، فتبقى تسهل عمليه الكشف نفسه. ده كله بقى ده مش عايزين ده، دي بس تبين ان الخلايا السرطانية اما نعرضها للضوء بالقوة ديت
25 واط بير سنتيمتر سكوير تموت خلايا سرطانية، ولكن علشان تموتي الخلايا السليمة لازم ترفعي شدة الضوء ل 57 يعني 57 واط بير سنتيمتر سكوير، يعني ما تعلي الضوء قوي. فلو تخلي الضوء واطي أوطى من 30 واط بير سنتيمتر سكوير تتخلصي من خلايا سرطانية، ولكن ما تأثرش أبدا لأنك عايزة توصلي ل 57 واط بير سنتيمتر سكوير علشان تتخلصي من الخلايا السليمة. ليه؟ لأن الذهب نفسه مش على سطح الخلية نفسها، تبتاخد حرارة أكتر بتسخن المنطقة اللي حواليها قبل ما تروح للخلية نفسها. طبعا طيب ديت خلايا وعملنا خلايا وعملناها على مايكروسكوب وحاجات من بره كده، ولو الخلية في الجسم نفسه هل ممكن نتخلص من الخلايا السرطانية أما تكون في الجسم نفسه؟ فطبعا احنا عارفين الضوء ده بيخش للجسم، يعني تتوقف على شكله ايه، اللون بتاعه ايه. اللون العادي بتاعنا ده 3 مليمتر يخش في الجسم، ما بيخشش كتير قوي، انما لو نستخدم الضوء الاحمر او بعد الاحمر حتى يخش في الصدر مثلا 15 سنتيمتر. عايزين نستخدم قطع ذهب اللي هي تمتص الضوء اللي بعد الاحمر حتى علشان تسخن الخليه نفسها. فقالوا لنا الناس قالوا لنا ايه الضوء ده شكله ايه، ونعمله بقى ايه، ان احنا لازم نغير شكل قطعه الذهب الصغيره ديت لشكل معين بحيث انه يمتص الضوء اللي بعد الاحمر اللي بيخش في الجسم. هديت بتبين الخلايا برضك بالضوء اللي هو بعد الاحمر ده ممتص. فهديت خلايا سرطانيه، ديت خلايا سليمه هنا في صم، يعني في حته هنا تحت الذهب ده مش باين يعني قوي، مش على الخليه نفسها. دول برضك لو نسخنهم نفس الحكايه نجد ان احنا نتخلص او نقتل الخلايا السرطانيه على نور اوطى، ولكن علشان نموت الخلايا السليمه لازم الضوء يبقى اعلى بكتير. فلما نخلي الضوء اللي نستخدمه اوطى من 80 او 100 ملي واط نقدر نقتل الخلايا السرطانيه، ولكن لا نمس الخلايا السليمه، مفيش حاجه فيها بتموت. ناو عايزين نخش بقى في الجسم. طبعا احنا علماء، احنا مش اطباء، ونقدرش نخش كده بالجسم على طول نعمل تجارب دي في الانسان، يعني دي محرمه بالقانون وبالاثكس بكل حاجه يعني. فلازم نعمل تجارب على سرطان في الجسم بتاع الحيوانات الاول. وطبعا في 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 امكانياتنا وشغلنا اسهل حاجه طبعا اللي هو الفار، يعني نشوف هل لو في سرطان في الفار هل نقدر نتخلص او نقتل خلايا السرطانات في الفار. فعملنا التجارب سهله جدا، طبعا جبنا 100 فار ونديوس، يعني نبتدي نخليهم كلهم يبقى عندهم سرطان قطعه صغيره كده من السرطان في الاول. اليمتين كان السرطان زي الحجم ده، ولكن السرطان اللي على اليمين ده عالجناه. يعني ايه؟ عملنا فيه ضحناه بمحلول اللي فيه قطع الذهب واللي فيها البروتونات اللي بتحب تلزق في البروتونات اللي على سطح الخلايا السرطانيه. وعملنا هنا برضك نفس الشيء على اليمة الثانيه، ولكن اللي على اليمة ديت عرضناه للضوء. يعني ايه؟ اما عرضناه للضوء الذهب اللي هنا امتص الضوء ويسخن الخلايا اللي قاعد عليها وموتها قتلها، ولكن ما عرضناش على اليمة على الشمال ديت للضوء، يعني ما تعالجتش، ما فيش علاج لها. وسبناهم وكل يوم نقيس الحجم بتاع ده. السرطان طبعا بيورم، اسمه ورم، فالخلايا بتتقاسم اذا كانت حيه، ولما حيه وبتتقاسم الحجم بيكبر، يعني الورم بيكبر، ده السرطان. ولكن لما تعالج هنا وجدنا ان بعد يعني ده كل يوم نقيس الحجم ده هو. نجد ان الحجم اللي تعالج ما بيتغيرش. انا على وشك تقريبا خلصنا يعني. اوبس
طيب يا فنجد اليمة اللي اتعالجت تبص تلاقي حجمها كل يوم يعني ما بيزيدش يعني ماشي كده ثابت. اليمة الثانية اللي ما تعالجتش فيها سرطان ما تعالجش فالخلايا بتاع السرطان حية فتنقسم بتنقسم بسرعة 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 وعشان كده الورم بيكبر فتجد إن الحجم ده اللي ما تعالجش بيكبر بالوقت. في هذا الوقت طبعا بعد 12 13 يوم لازم طبعا علشان الفار ما يقاسيش لازم نتخلص منه فوقفت التجربه في هذا الوقت. وطبعا لازم نعمل ديت لعدد كبير جدا علشان نتاكد يعني ان فعلا اما بنعالج السرطان اليمة اللي بنعالج فيها السرطان بيقف الورم. امال ايه اللي فاضل ده؟ اللي فاضل ديت خلايا ميته الجسم هتخلص منها بوقت بمرور الزمن الجسم هتخلص بالخلايا الميتة. احنا دائما في جسمنا خلايا بتموت وبتاع والجسم بتخلص منها فانما ان الحجم ما كبرش تبين ان هذه المنطقة ما فيهاش خلايا سرطانية لان لو كان فيها خلايا سرطانية كانت تنقسم بسرعة يعني تورم اكتر والحجم بتاعها يتغير. فدي بتبين فعلا ان المعالجة اليمة اللي عالجنا بيها السرطان فعلا السرطان وقف والخلايا يعني اتقتلت وانما اليمة التانية اللي ما تعالجتش السرطان حي. اليمة التانية ديت الاخضر ده بعض ساعات نقدر نحقن الفار في الدم نفسه لازم نحاول قطعة الدهب بشيء تاني علشان الدم يعني يمشي مع الدم ودي تروح بقى تخش في الخلايا المختلفة وتطلع من الخلايا المختلفة إنما علشان حجم الذهب كبير نانو أكبر من الموليكولز من الجزيئات بتاع الدم فبيقدر يخش في الخلايا السرطانية لأنها واسعة الشرايين الفاسكولار بتاعتها اللي بتدخل الدم للخلية أكبر فبتخلي قطعة الذهب النانو بتخش ولكن الخلايا السليمة الفاسكولار ضيقة فقطعة النانو ما تقدرش تخش فيها فتبص يعني سبحانه وتعالى يعني عمل يمكن عمل جه برضه عشان ايه نقدر نخلي الذهب يخش بس في الخلايا السرطانية انما ما يخشش في الخلايا السليمة وبعد كده نعرض للضوء فطبعا الخلايا اللي فيها ذهب بتسخن وبتموت وبتسيح وبتخلص منها. بس دولت بقى الطلبة اللي عملوا الشغل كله ولازم اشكرهم. ده ابني هو جراح سرطان وطبعا لازم نشتغل يعني مع دكتور طبيب يدينا الخلايا السرطانية ويعلمنا ازاي نخليهم احياء وكده. وده طالب اللي هو خد ده اللي خد الصورة بالموبايل بتاعه ما فيش لا كاميرا ولا حاجة حاجة ضخمة ولا حاجة سهلة قوي. شو هو اللي هي عملت التجارب معظم التجارب بتاع السرطان هي كانت داخلة فيها وبرشا ده هندي ده صيني ده أمريكي ده من أصل مصري لينك من أصل ألماني بابك من أصل إيراني ونيو من أصل صيني وصيني. فتجد أن العلماء في أمريكا كلهم يعني من جميع أنحاء العالم العدد الكبير جدا ده العلم نفسه طبعا ملوش باوندريز وتبين أن يعني أي واحد من أي حتة في العالم ليبحث للأبحاث يجدها ويتقنها ويقدر يعمل فيها أشياء جميلة جدا. وبهذا أشكركم جميعا على هذه الحفلة. Thank you. شكرا. تفضل. قبل ما نفتح المجال الأسئلة للدكتور مصطفى، الدكتور مصطفى كان عمل مقالة في الأخبار كتب فيها بحث قادم اقتحام نواة الخلية وكشف أسرار السرطان. هو الدكتور مصطفى جاي من مركز القومي للبحوث دلوقتي وجاي في مستشفى السرطان ومعهد الأورام وإحنا بنقول عايزين نقتحم الخلية معاك وهنقتحمها إن شاء الله. في معنى كبير قوي يا جماعة معلش قبل ما نرفع لوجود الدكتور علي جمعة النهاردة معنا. سواء الدكتور علي جمعة اتكلم او ما اتكلمش
الدكتور علي جاي يحضر اجتماع ونتكلم في البحث العلمي وبنتكلم عن الريسيرش. وجوده له معنى كبير جدا 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 جدا، اتمنى ان المعنى يكون وصل. لو هو تفضل وتكلم كلمه هنبقى شاكرين، ولو هو مش عايز هو هنقول برضك ان المعنى كبير جدا، اتمنى ان هو يكون وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اتيت النهارده علشان اسمع استاذنا الدكتور مصطفى السيد، وادعو له بكل توفيق، وافتخر به على رأس مصر كجوهرة كبيرة على تاج البحث العلمي الذي لا تتقدم البلاد ولا يهنأ العباد إلا بهذا البحث العلمي. نحن نريد أن ندفع دفعات قوية في مجال الصحة وفي مجال التعليم وفي مجال البحث العلمي وفي مجال الحياة، الفنون والآداب والرياضة، وفي مجال التكافل الاجتماعي. وهذه المجالات في هذا البلد الأمين أنا عندي أمل كبير مع وجود مثل هذه النماذج كهذا الصرح الذي نحن فيه والنجاح الذي تحقق مع وجود أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين شهدت لهم الدنيا وشهد لهم العالم مثل الأستاذ الدكتور مصطفى السيد. مع هذا الزخم الكبير فأنا عندي أمل وعندي مستقبل زاهر في قلبي لهذه البلد ولهذا الشعب. نحتاج إلى مزيد من حسن الإدارة، نحتاج إلى مزيد من الهمة، نحتاج إلى مزيد من ترتيب الأولويات، وننطلق بركة الله. شكرا لكم. دكتور علي، ممكن حضرتك تيجي تقعد خمس دقايق بس قبل ما تمشي عشان خاطر القعدة هناك مهمة قوي بالنسبة لي. معلش والنبي عشان خاطر هو مكانك جنبك. دكتور مصطفى، احنا شاكرين جدا للمحاضرة القيمة دي، وطبعا احنا فخورين بحضرتك واستاذنا الدكتور علي جمعة. انا كنت عايز اسال حضرتك اذا كانت عامل تيشو ستاديز عشان نشوف السيل ديث اللي بيحصل من الثيرابي بيبقى ان ذا فورم اوف ابوبتوزس ولا نيكروزس. ده اول سؤال. تاني سؤال، يعني انا عارفه ان اتس تو ايرلي يعني ان احنا نسال السؤال ده، بس يعني متوقع ان الفورم اوف ثيرابي لو هيبقى ده از ا فورم اوف ثيرابي
أو حتى as a diagnostic method إن هو يبقى مكلف، يعني تكلفته هتبقى لو هو therapy هتبقى زي الكيموثيرابي أو قريبة من ليزر مثلا أو كده، وبالنسبة لل diagnostic هيبقى compared لحاجة زي ال PET scan وكده هتبقى مكلفة ولا أقل تكلفة؟ شكرا. والله يعني سؤال حضرتك كويس جدا. انا ما سمعتش السؤال الاولاني، ولكن اسال السؤال، هل هو اولا هو مش زي الكيموثيرابي بالطريقه ان هو لا يعتمد على اي نوع سرطان، لانه يعني تسييس عمليه حراريه، كل خليه حتى السليمه لو تعرض للتسخين طبعا بتقتل الخليه، فدي بتخليها احسن طبعا من الكيمو، علشان الكيمو تتوقف على اني سرطان لازم يبقى سيرتن يعني كيميكالز. والحاجه الثانيه اللي عايزين نعملها بقى اللي هي لازم قبل لما تروح للانسان لازم نتاكد انها وهي بتخلص بتقتل من الخلايا السرطانيه هل لها تاثير ثاني في الجسم. ده مهم جدا لأي دواء مش بس دي. وعلشان كده طبعا مركز القومي للبحوث الدكتور هاني الناظر يعني بيوضع أموال والمجموعة العلماء اللي عنده والأطباء اللي عنده بيحاولوا يعني يجاوبوا على هذا السؤال. وقبل ما نروح هناك لازم يعني يشتغلوا تجارب، يكشفوا على كل حاجة، يكشفوا على القلب، يكشفوا على الرئة، يكشف على البنكرياس، كل قطعة في الجسم بعد يعني في أثناء المعالجة وبعد المعالجة. وبعد كده طبعاً يروح مش بس حيوان واحد زي الفار، حيوان بعد الثاني بعد الثالث لغاية الحيوانات اللي تقرب من الإنسان زي القرد مثلاً. وهنس النوم وجدوا إن التأثير يعني مش خطير، يمكن يكون في تأثير ولكن طبعا تأثيره مش هيكون زي السرطان. يعني يشرحوا النتائج للجنة الأطباء اللي هم عارفين القوانين ايه والجسم ايه وكده، ودولت يصمموا هل هو فعلا عملنا التجارب المهمة او الطريقة اللي بيستخدم بيها هل هذه هي الطريقة السليمة ولا نغيرها شوية علشان ما تأثرش على حاجة معينة. وبعد ده كله ما يخلص تروح بقى لإيه؟ لمعهد الأورام إن شاء الله. ده كمان الجمعية المجموعة الأخرى العظيمة اللي احنا برضك إن شاء الله نبقى معاهم في كلية في جامعة القاهرة، هما بقى يبتدوا يجربوها على الإنسان، ودي برضك خطوة بخطوة بعدد معين بعدد، ويطلع من مجموعة المجموعة لغاية ما طبعا أخيرا لما يلاقوا أحسن طريقة إيه، وإن هي طبعاً بتفيد، لازم يثبتوا إنها بتفيد وبتفيد أحسن حتى من الأدوية اللي موجودة. بعد كده طبعاً أو على الأقل زي الأدوية الموجودة، بعد كده طبعاً يصرحوا بيها ويبقى كل المستشفيات تستخدمها بعد هذا الوقت. فده هياخد وقت طبعاً، هياخد وقت. ده ده اللي المجموعة بتوع الحيوانات هيعملوا ده كله، ايه اللي بينتج منه، ايه اللي بيه بالظبط. احنا بنعمل دلوقتي يعني ابحاث اخرى، بنحاول نخلي الذهب يروح في نوية الخلايا نفسها ونشوف نوع الموت ايه، انهي واحد منه، او في الخلايا في السيتوبلازم ونشوف الموت ايه. ومن كده برضك يعني نقول احسن حاجة نعمل دي ونعمل دي، بنعملها بطرق نعمل يعني اشياء جزيئات معينة اللي بتاخد الذهب توديه في الحتت اللي احنا عاوزينها طبعا. شكرا. اولا حضرتك نورتونا في المستشفى. انا كراديولوجيست ليا سؤال يمكن تخصصي شوية، هل الفيران دي تم عمل لها رنين مغناطيسي؟ هل لها ايه؟ عمل فحص رنين مغناطيسي للفيران دي بعد الثيرابي الفوتوثيرابي؟ يعني ايه تنوم ما؟ لا فحص أشعة بالرنين المغناطيسي MRI magnetic resonance imaging. عملت حضرتك عملتوا أشعة قبليها وبعديها عشان تشوفوا حجم الوجم؟
احنا رنين انت بتقيس حجم الورم من بره حتى كده يعني بمسطره تقريبا لا لا بيزيد هتعرف واخد بالك احنا مش ضروري المهم انه لما ما بيتغيرش في الحجم تبين ان مفيش خلايا سرطانيه لكن يعني انما خلايا ميته طبعا هو الحجم يعني استمر على نفسه على انها خلايا غير حيه والا لو كانت غير حيه وسرطانيه كانت هتكبر بالحجم هو السؤال حضرتك MRI was done يعني عملتوا MRI للفيران دي عشان تشوف التيومر ده تأثر او فانكشنال لا ملهاش دخل يعني انت احنا عايزين نموت ونخلص منها بنموت الخلايا خلاص يعني الخلايا بتموت مش عايزين نعمل MRI ولا نكشف على حاجه وبتاع لانها من الظاهره هتظهر يعني الحجم لما بتغيرش بتقول لك الخلايا يا اما بقت خلايا حيه وسقيمة أو خلايا ميتة وسرطانية دكتور الاثنين ولكن من الأول إحنا عارفين السرطان هنا فمعنى ذلك إنها ما كبرتش بالحجم تبين إنها خلايا سرطانية ميتة يعني ما بتنموش دكتور مصطفى أيوة. في أي مرحلة نقدر نستخدم العلاج بتاع حضرتك أنا هنا دكتور في أي مرحلة نقدر نستخدم العلاج بتاع حياتك هل لابد من الاكتشاف المبكر عشان نقدر نستخدم العلاج ده وهل العلاج ده هيغني عن الكيماوي والإشعاعي ولا هي برضو معاه جزء من العلاج الكيماوي والإشعاعي والحقيقة ليه سؤال تاني بس إذا سمحت الفرصة بعد كده متأكد نعم حضرتك بتسألي على هل ممكن إيرلي الايرلي الايرلي كشف الايرلي طبعا بيتوقف السنسيتيفيتي اوف ذا ميثود زي ما وريت حضرتك طبعا تقدر تشوف خليه واحده فيري سنسيتيف طبعا ذا اونلي ثينج از ان العيان يروح بدري يكشف لو ما يروحش بدري يكشف طبعا بس المشكله طبعا اللي بيحصل ايه ان الشخص ما بيروحش يكشف الا لما يلاقي في ورم كبير لا المرض نفسه نموته ايرلي او مش ايرلي لا لا ما توقفش على امتى لا لا الخليه تبقى اي وقت نعم هل بيغني عن العلاج الكيماوي والاشعاع هل لا يعني انا مستعجل طبعا لازم ننتظر الاول نشوف هل في يعني افتر افكتس ولا لا لو ما فيش افتر افكتس او افتر افكتس بتاعه ده اخف يبقى طبعا احسن من الكيماوي كتير لان الكيماوي بيبقى كيمياء بتحصل وبيبقى لها تأثير كبير ولكن هو على الأقل هيبقى زي الكيماوي وأحسن طبعا لأن الجسم نفسه بتموت الخلايا اللي هي السرطانية من غير ما بتموت الخلايا السليمة وده كويس جدا حتى نسبيا للأشياء في ناس بيعملوا ليزرز ليزر very powerful ليزر موت كل حاجة الخلايا السليمة والخلايا السرطانية وكل حاجة والتأثير على يعني الواحد يتخلص من الخلايا السليمة بعض ساعات بيبقى تأثيره أكتر من التخلص من التانية لأن الجسم بيتخلص من حاجات كانت بتستخدم يعني سؤالها فيما أعتقد بيقول إنه هل هنجمع ما بين هذا العلاج وما بين الإشعاعي أو الكيمائي في نفس الوقت يعني في نفس الوقت ما فيش ده يعني ما فيش معارضه بين الاثنين ما فيش تفاعل الاثنين واحد بيسخن بتاعنا احنا بيسخن الخلايا ويموتها فما فيش كيمياء بتحصل ابدا فلو كيمياء هناك ولا لا بس طبعا انا اعتقد طبعا اي طريقه اللي فيها physical methods rather than chemical methods is much better ايوه مظبوط مظبوط صح صح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم معركة أحمد عبد الوهاب فيزيائي. أولاً أنا شرف ليا إن أنا أتجرأ وأسأل حضرتك دكتور مصطفى سؤال. أنا على نهج حضرتك وقريت بيبرز لحضرتك. ابتديت أعمل رسالة البي إتش دي على النانو بارتكلز باستخدام السباين أو الأيرون أوكسيد والإفكت أوف ذا راديو فريكوانسي على الأيرون أوكسيد. وهل هيدي ريزلتس ولا لأ؟ وهل نقدر نعمل كورليشن بينها وبين الأوبتيكال بروبرتي بتاع الجولد نانو بارتكلز ولا لأ؟ الفكره يا دكتور حضرتك ان في بعض الليميتيشنز قابلتنا في البايلوت ستادي بتاعتنا اللي هي اول حاجه التمبريتشر والهايبر ثيرما اللي بيحصل نتيجه الانتراكشن بين النانو بارتكلز او الايرون اوكسايد والراديو فريكوانسي
بتصل الى حوالي 45 درجه. السوت افكت الافكت بتاعها ما بيأثرش او ما بيدينيش في النهايه نيكروتيك سيلز، ولكن بيحصل جاست ابوبتوزس، فبيحصل ريجروس اجين للتيومر، وبالتالي ما بنقدرش ان يعني في البايلوت ستدي حصل ريجروس ثاني للتيومر بعد حوالي 21 يوم من بدايه التريتمنت. فده اول سؤال، هل فعلا ان الايرون اوكسايد الافكت بتاعته مور ذان في الجولد نانو بارتكلز ولا لا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك تفضلت بمعلومه مهمه جدا، ان كل تيومرز او كل تيومر سيلز ليها ريسبتورز موجوده على السيرفيس بتاعها، وبالتالي عشان اقدر اوصل النانو بارتكلز دي يبقى في جهد كبير جدا. ازاي ان انا هقدر اعمل اكتف تاركتنج للنانو بارتكلز عشان تصل الى تيومر سيلز دي بالذات وتقدر تنتراكت معاها، وبالتالي تقدر تخش للكور بتاع التيومر سيلز والانتراكشن بالافشنسي في التريتمنت بيكون عالي جدا. هاو كان؟ انا زي ما قلت في طريقتين. السؤال الثاني، في طريقتين انها بتروح للخلايا السرطانيه. اول واحده يا اما انت طبعا انت عليك حضرتك عالم بتحط انتي بودي يو بايند النانو بارتكل الجولد نانو بارتكل لانتي بودي اوف ذا كانسر، فالانتي بودي بتروح وتاخدها تو بايند تو ذا انتيجين اللي هو على خلايا السرطانيه. الخلايا السليمه ما عندهاش دي طريقه، فسيلكتيفلي تقدر تخلي القطع الذهبيه بتروح بس للخلايا السرطانيه. الطريقه الثانيه اللي هي بالاي في، والاي في ديت كل اللي تعمل ما انتش عايز انتي بوديز، حتى بتحط حواليها بيج بولي ايثيلين جلايكول ودي وتحقنها في الدم. الدم بيخش في الخلايا وبيطلع من الخلايا، بيخش في الخلايا ويطلع من الخلايا. الخلايا السرطانيه الدخول فيها سهل جدا، لها الفاسكولار بتاعتها كبيره، فالنانو بارتكل طبعا نسبيا كبيره عن الجزيئات والحاجات، فتقدر تخش برضك في الحجم الكبير بتاع السرطان، ما تقدرش تخش في الخليه السليمه لانها ماتش سمولر، اصغر بكتير جدا من الخلايا السرطانيه. فالتكون بتاع الذهب بالبيج دائما بيحدث، ده بيتعمل في حاجات تانية مختلفه، بتحدث اكتر في الخلايا السرطانيه وما تحصلش بنفس الطريقه في الخلايا السليمه. الحاجه الثانيه اللي حضرتك بتقول على كومباريزن بينها وبين الايرون اوكسايد، اعتقد انها انا اعتقادي ان الذهب بيستخدم بقاله مده في الطب 50 سنه دلوقتي علشان انهانسنج ايمجز سيرتن ايمجز في الجسم، ف يعني في انديكيشنز، بس طبعا الواحد ما يعرفش لما يكون في نانو بارتكل والحجم بتاعها ايه، هل لسه برضك يعني ما بيعملش حاجه ولا لا. ده لازم، علشان كده لازم نعمل تجارب الحيوانات اولا قبل ما نروح للانسان. انما الايرون اوكسايد يعني متعب، يعني very big chemical, a lot of chemical, there is oxygen, there is, واللي يحصل له ايه chemically ما نعرفش. انما الذهب نفسه atomic gold inert does not react very much, and we hope انها continue في النانو، في حجم النانو برضك تفضل يعني less reactive عن other. انما انا بعتقد انها معظم النانو particles toxic، الكوانتم داتس مثلا كادم سيلينايد دولت ديفينتلي توكسيك، الايرون اوكسايد في توكسيسيتي، ولو ان لسه مش عارفين هل التوكسيسيتي بيرمننت ولا كرونيك ولا تيمبرري، والجسم بيصلحها بعد شويه ولا لا. دي طبعا تجارب لازم تتعمل رخرة. سؤال كويس جدا، شكرا. انا دكتور اسلام احمد شحاته، دكتور اشعه في قصر العين. كان طبعا عايز اقول لحضرتك احنا بنستخدم الار اف والمايكرويف فور ثيرمال ابليشن بس على مستوى التيشوز مش على مستوى السيلز. فبقول هل نانو بارتكلز ممكن تستجيب لنوع تاني من الطاقه غير الضوء؟ يعني احنا مثلا استخدمنا التراسونيك ويفز ممكن توصل لدبس اكتر جوه، هل نانو بارتكلز بتستجيب للالترا ساوند ولا هي جاست فور لايت؟ شكرا. يعني سؤال تاني، يعني لو وجهنا الترا ساوند بيم للنانو بارتكلز هل هي ممكن تستجيب لي تبتدي تتحول الى ثيرمال انرجي ولا هي لازم تستقبل لايت ويفز جاست لايت؟ يعني هل النانو بارتكلز بتريسبوند اونلي تو لايت ولا لو توجه لها نوع تاني من الانرجي ممكن تريسبوند وتبتدي تدي ثيرمال ويفز؟ يعني هل هي مختصه بال
اللايت فقط ولا بإيدي ويفز؟ لا صح لا. شكرا. مش بس اللايت بس، اللايت لازم يكون بلون معين. تتوقف على ايه الحجم والشكل بتاع النانو بارتكل. وعلشان كده بنستخدم احنا نانو رادز. ليه؟ لانها بتمتص الضوء الاحمر اللي هو الأغشية بتاعتنا والحاجات دي ما بتمتصهاش، فتقدر تخش في الجسم لمدد اطول من الضوء الابيض بتاعنا، الضوء الفيزبل لايت ده. فلازم نقدر احنا نغير الشكل ونغير اللون اللي بتمتصه ايه باي طريقه، بسهل جدا لانك بنعمل نانو بارتكل باي شكل باي حجم كده. فانما دائما يا اما النانو رد اللي بيستخدم احسن حاجه دلوقتي، يا اما في مجموعه تانية بتستخدم سيليكون وحواليها شيل من الجولد من الذهب، وبتغيير الحجم كثافه الجولد حوالين السيليكون يغيروا اللون اللي بتمتصه ايه اللون بتاع الضوء اللي بتمتصه، ويعني ادجستد يعني لغايه ما اللون بتاع الليزر اللي بيستخدموه مثلا. ده مختص باللايت فقط ولا باي انرجي؟ لا، اللايت ولايت مش بس لايت، لايت بلون معين تغير الحجم او الشكل ياخد لون تاني. بعض ساعات في in general radio frequency guys to affect the الزبزبه بتاع الالكترونات، وممكن فعلا تسخن النانو بارتكل از ويل، بس دي في الراديو فريكوانسي. وفي ناس ابتدوا يستخدموا راديو فريكوانسي بدل الضوء نفسه فعلا. زينب حمدي، مدير تحرير مجله روزا اليوسف. اهلا بحضرتك في مصر، ودايما كده يعني مشرفنا يعني. شكرا. حضرتك دلوقتي الاكتشاف المبكر للسرطان ده اهم حاجه دلوقتي بيقولوها يعني، وحضرتك قلت ان ممكن بالنانو الذهب ان يتم الكشف عن السرطان، فهل فعلا تم اعتماد الطريقه دي وما هي التكلفه وهل ونسبه النجاح بتاعها في الكشف عن السرطان، او في انواع معينه يعني ممكن تكشف عن كل انواع السرطان وفي المراحل المبكره جدا، وهل ممكن تتم في المعامل العادية ولا يعني؟ وشكرا. ممكن هي من ناحية هل هي نوع السرطان ولا لا؟ لا، ما بتعتمدش على نوع السرطان ولا لا، لأن دي زي ما قلنا بتسيح أي خلية الذهب يبقى عليها. الأسئلة الثانية، السؤال الثالث إيه؟ السؤال الثاني التكلفة. التكلفة حضرتك قلت ان نانو الذهب بيتم استخدامه حاليا في الكشف عن السرطان عن طريق الدم تحت الميكروسكوب، وانا بتهيألي يعني ده شيء مهم جدا ان الذهب معايا يعني. حضرتك هو ما قالش كده بالظبط، هو قال عن طريق الدم ممكن اكتشاف. ايوه طريق السؤال ايه؟ هل فعلا عن طريق نانو الذهب ممكن الكشف عن السرطان، الكشف اكتشاف السرطان اكتشافه؟ المحاضرة كلها انه نعم ممكن. بس هل ممكن يمكن السؤال بتاع حضرتك لما غيره شوية، هل ممكن يموت اي خلية؟ لا لا لا، مش العلاج، الاكتشاف. مرض حضرتك الاكتشاف المبكر عن طريق الدم، حضرتك قلت عن طريق الدم تحت الميكروسكوب. اي في لو حضرتك حطيت النانو ذهب ممكن يكشف ان في سرطان. صح. وبالتالي وحضرتك قلت ان دي طريقه سهله جدا، وبالتالي ده شيء هام جدا جدا. لان العلاج هياخد وقت كتير لما يتم. فالسؤال ايه بقى؟ السؤال ايه بقى؟ السؤال يعني هل فعلا الطريقه دي تم اعتمادها وهل هي مكلفه؟ هل وبتصلح في كل انواع الاورام؟ لا لا لا، نسبة النجاح مش على الانسان. لو نعالج الفار في اي حته في العالم هنقدر نعالجها، لان ده التجربه اللي عملناها. يبقى اعتمدت في بس اعتمد بينت ايه في الفار؟ بينت انها خلايا السرطان اما تكون جوه الجسم طبعا بتاع الفار الواحد يقدر يتخلص منها في هذا في بالطريقه اللي عملناها. انما في الانسان اكيد نفس الخلايا خلايا، وفي الجسم جسم،
خلي في النور لو سمحت. هي عايزه تسال عن مدى اي سؤال. نانو الذهب ممكن نبتدي نستخدمه او في امل ان احنا نستخدمه في الاكتشاف المبكر للسرطان في مرحله معينه؟ طيب انا اقول لحضرتك انا اوكي. هل ممكن نستخدمه في اي حته في العالم في ان احنا نكشف على السرطان مبكرا يعني؟ ده طبعا، لان زي ما قلت لحضرتك انه انت بتشوف خليه واحده، الطريقه دي بتشوف خليه واحده، فاكيد ان ممكن استخدامه للكشف على السرطان حاليا. احنا عملناها مع الطريقه ان لازم تاخدي مثلا يا تاخدي الخلايا من يا اما من الاغشيه نفسها او الخلايا نفسها من الدم تستاتي، يعني اللي بنعمله احنا ناخد الخلايا من الدم نفسها ونعالجها بطريقه كيميائيه علشان تبقى حيه، وبعدين نحط محلول عليها اللي فيه قطع الذهب الصغيره ديت مركبه مع المركب ده او البروتينات اللي بتحب تركب على سطح خلايا السرطانات، وبعدين بعد تقريبا 20 دقيقه نديهم وقت علشان يمسكوا ببعضهم، نحطها تحت الميكروسكوب. لو لقينا الشكل اللي كل الخليه يعني عليها الذهب في كل حته، دي خلية سرطانية. هل بتستخدم دلوقتي؟ جايز جايز جايز. هي بتسأل معلش عشان الناس تسمع، ممكن الصوت لو سمحت. لو سمحت الصوت، هو في سؤال دلوقتي، هل تم بدء استخدام هذا النوع من العلاج كفيز 1 ترايل على الناس؟ لا. لا. مأمون في شفائهم خالص؟ لا، بيجي ناس ما نعرفش، يمكن في الصين، يمكن في ربنا ما نعرفش، انما لا يعني according to the law في البلاد المتقدمه لا يمكن استخدامه، يقبضوا على الدكتور اللي بيعمل العمليه دي دلوقتي، يقبض عليه. انا اسال السؤال تاني. حضرتك هذا النوع من انواع النانو جولد بنستعمله في الكشف ونستعمله في العلاج، هل يمكن الآن من غير ما يقبض على الطبيب أن يستعمله في الكشف؟ الكشف برضك، لأن أي حاجة ما تخش في الجسم مش مهم إن الحكومة تصر عليها، فممكن يستخدم. هل هو يستخدم في مستشفيات؟ أنا ما أعرفش بصراحة. يعني هو في سؤال يعني هتطرحه العامة كلها، إن في ناس دلوقتي عندهم حاجات ميؤوس من شفاها، مش لاقيين أي سكة. هل ممكن الناس دول تكونوا متطوعين عند حضرتك في المستشفى هناك ويبتدوا هم الناس الميؤوس ويبتدوا عليهم التجربه، ولا لسه ما دخلتش فيز 1؟ بيجي لي الايميلز دي دائما، فبقى الجواب دائما يعني من ناحيتي انا، اولا انا مش طبيب، حتى لو كان مصرح به انا ما اقدرش اعملها، لازم طبيب يعمل العمليه دي. ثانيا حتى الطبيب ما يقدرش يعملها لسه، لان لم يصرح له بالاف دي اي. الحكومه فيها، وهنا مصر زي تقريبا القوانين بتاعه بالضبط زي أمريكا، لازم العمليات بتاع الحيوانات دي تتعمل كلها كاملة وتروح للجنة اللي بيسموها الإيثيكال كوميتي، دولت يشوفوا اللي عملوه إيه ويقولوا لا لازم تعملوا كذا أكتر وكذا أكتر وكذا أكتر، وبعد ما يطمنهم يصرحوا إنها تعمل ترايل يجربهم على الحالات اللي حضرتك بتقول عليها دي، مش في المستشفيات لسه، بعد ما يعملوها في الحالات المختلفة والفيزز المختلفة ويلاقوا الطريقة أحسن طريقة اللي هي يعني تبقى أقل تأثير على الجسم نفسه، يبتدوا الحكومة تصرح به، وبعد هذا التصريح كل المستشفيات وكل الأطباء يقدروا يعملوها. أنا هسأل حياتك النور يا أولاد. السلام عليكم يا دكتور مصطفى. أو أنا بس كان ليه سؤال. حضرتك تسمع وتقول الله يخليك. ماشي. أهو. وأنا بس ليه سؤال، النان جولدز ده بيتحقن في البيشنت نفسه أفتر سيرجري، ويعني العيان عنده تيومر حضرتك قلت بنجيب فرين وبنحقن فيهم، في حتة الورم بيقل وفي حته تانية بيفضل يحصل له سبريد، طب دي بيحصل التيومرز ده بيحصل له ديفورميتي ومثلا
ما ينشلهوش خلاص، مش محتاجين ان احنا نشيله، لان احنا كل التيومرز العيان بيشيل التيومر بعد كده نديله بقى الكيمو ثيرابي او الراديو ثيرابي، صح كده ولا ايه؟ هو الدكتور مصطفى جاوب على السؤال دلوقتي قال ان احتمال في مرحله متقدمه شويه من العلاج ان هو يبقى كومبلمنتري مع العلاج الكيميائي والاشعاعي. هو ده الانفراريد كده والاشعاعي؟ وهيبقى كومبلمنتري او مكمل العلاج الكيميائي والاشعاعي لحد ما يثبت بالتجربه ان هو يقدر يعالج بالظبط. اولا لازم يعني يضح انه يمكن هو يمكن يعالج، هيعالج، ان تاثيره ما يكونش اكتر من الكيموثيرابي او الحاجات او الجراحه او الحاجات الاخرى دي. فطبعا دي هتبقى ديسيجن على الدكتور نفسه يشوف فين التيومر، وهل ديت احسن الكيمو، اتضح انها بتعمل من غير مضاعفات. الذهب مثلا لو طلع ما فيش مضاعفات خالص طبعا الكل يحب يستخدمها، طبعا مفيش كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور حسين الشهر، انا طبيب ومدير قناه الصحه الفضائيه. اهلا بيك دكتور مصطفى، واحنا فخورين بيك كلنا طبعا. هو الحقيقه انا سؤال لحضرتك وسؤال لفضيله المفتي برضو بعد كده اذا سمح. سؤالي لحضرتك في حوار لينا مع الدكتور احمد زويل قال انه شغال دلوقتي على الموليكيولار بيولوجي، وقال انه خطواته اللي شغلها ازاي يقدر يمنع تكوين السرطان من الاول. كلنا خدنا زمان في المدارس انه علل لما ياتي لا توجد الذره منفرده في الفراغ، وكنا نقول لا توجد. احمد زويل بالفيمتو ثانيه اثبت انه توجد، وصورها بالكاميرا قبل ما تبقى اصلا او 2 بقت او اونلي. تمام. فقال انا شغال على الخطوه دي في حواري معاه، انه انا شغال على الحته بتاعت انه الذره اخليها لوحدها ما تتجمعش مع ذرات، وبالتالي ما يبقاش فيه كانسر في الاساس. لذيذ انه ابن مصر الثاني حضرتك يعني تبقى شغال برضو على السرطان. اللي عايز اعرفه بس، خدنا في الطب دايما مود اوف اكشن، الثيوري بتاعت حضرتك شغاله على ايه باختصار شديد، لان احنا يمكن ما لحقناهاش، ودي اللي تهم الناس. دي نقطه. النقطه الثانيه، هل المدى على تجارب الانيمال لسه بعيد قوي؟ يعني هل الذين ميؤوس من علاجهم الان يتعلقوا باهداب ثوب حضرتك وبالاختراع بتاع حضرتك من اجل ان يكون قاطرة الامل لبكرة بالنسبة لهم، ولا دول لسه قدامهم كتير قوي على ما حلمك اللي بقى حقيقة على الانيمال يبقى حقيقة على البني ادمين؟ دي نقطة. النقطة التانية، تعودنا دايما انه في بروتوكول في الكانسرز او في التريتمنت بتاع الكانسر، في بروتوكول. البروتوكول بتاع حضرتك شكله ازاي؟ في راديو ثيرابي معاه ان اديشن ولا لا، عشان يعزز من هذا المخترع وهذا الاكتشاف الجميل اللي كلنا بنحبه وبنحب حضرتك معاه. الـ 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 النقطه الثانيه لفضيله المفتي، الحقيقه نفسي اعلق عليها، وهي زراعه الاعضاء. طلع وزير الصحه بقرار قريب جدا، قرار وزاري لكنه ليس تشريعي من الوزاره، فنفسي اتعلق على ده. شكرا. شكرا. المحاضره اتسجلت، هديك المحاضره الجزء اللي فاتك منها من الكاميرا بتاعه المستشفى والكاميرا هنا، عشان الجزء اللي فاتك لان انا ما اقدرش اقول الدكتور مصطفى السيد يعيد تاني الحاجات اللي هو قالها. بالنسبه لموضوع الراديو ثيرابي والكيمو ثيرابي، انا رديت دلوقتي للدكتور مصطفى رد ان هو هيبقى مؤقتا علاج تكميلي مع علاج الكيميائي والاشعاعي، وبعد كده هيبقى ان شاء الله لما يثبت صحته هيبقى هيمشي بسكته لوحده. اتفضل يا دكتور. لو سمحت، التارجت ثيرابي ده موضوع يعني مصار قبل كده او شغالين فيه، زي مثلا موضوع البورون مع الالفا والنيوترونز. هل في ميزه معينه في المشكله التملي اللي انا هركب المولكيول اللي هيشيل الكارير بتاعي، هل في ميزه معينه في النانو جولد في عمليه المولكيول دي؟ فيه كان وجدوا في الاول ان في، علشان تعمل النانو جولد نفسه لازم تحط حواليه جزيئات توقف الجروس بتاعه، النمو بتاعه لحجم معين. اللي انت ايه لو سمحت؟ نعم، نمو ايه لو سمحت؟ اتشكاب sometimes سيتريت، تتوقف على اني نوع نانو بارتكل وشكلها ايه وكده. بعض الحاجات دي تكون مسممه نفسها، يعني كيميكالي مش كويسة، ولكن دلوقتي بيحوطوه بالبيج، بيتخلصوا من ديت ويغيروها بالبيج. البيج معروف من زمان ان بياخد حاجات كتيرة جدا في الدم ويمشي مع الدم، فده كويس جدا
لأنه كمان بيساعد إن بيخلي الخلية نفسها إذا كانت سرطانية تاخده لأنها كبيرة، الخلية العادية ما يقدرش يخش فيها، فتبين إن ده بيخش في الحتت اللي إحنا عاوزينها اللي هي فيها الخلية السرطانية. فطبعاً دية الموضوع ده يعني معروف شوية عنه أكتر، وإنما يعني هذه الطريقة يعني إحنا بنتعشى من الذهب طبعاً، هيبقى لأنه معروف إنه كيميكالي less active، بس ما نعرفش بقى يعني هل هو بالكمية بتاع النانو دية less active ولا لا، فهل هو better أو worst عن الكيموثيرابي، تتوقف على تأثيره إيه، هل تأثيره أكتر ولا أقل من الكيموثيرابي أو حاجة. فدية حاجة لازم تتعمل في الحيوانات قبل ما تطلع على الإنسان طبعا، لأن عايزين طريقة تبقى أحسن وأحسن، هي طبعا أحسن من الجراحة، والكيمو لو ممكن أعملها تبقى أحسن من الجراحة، ولكن بعض ساعات لازم تعمل الجراحة. فطبعا دي حاجات كلها تبقى إيه، تعطى للطبيب وهو يقرر أني واحدة كويسة للكانسر اللي موجود في هذا الشخص المريض. يعني تفضل. طبعا انا ذكرت اني طبعا دكتور هاني الناظر في مدير مجلس البحوث البحث القومي للبحوث عرض، قال لي بس عايز ايه، عايز اشخاص ايه علشان نخلص نوصل ديت للانسان لعمل الانسان. والدكتور طبعا حسين خالد اللي هو مدير الاورام في جامعه القاهره قال احنا نتعاون برضك، عايزين نتعاون، والاثنين هم اللي يعني عرضوا. فدلوقتي عندنا المجموعتين دول مركز نعم، انتوا كمان شغالين مع الاورام طبعا. بالظبط. هل في خطه، هل تم وضع خطه جدول زمني، هل في توقيت معين، هل الخطه موجوده سهله جدا، عارفين الخطه الحكومه قالت لنا انتوا لازم تقولوا لنا تعملوا له ايه قبل ما تقولنا علشان ندخل على الانسان. فالخطه موجوده ومعروفه في اي دواء جديد يدخل في جسمنا، فدي معروفه حيوانات صغيرة وبعدين كبيرة وبعدين تقرب من الإنسان وتشوف المضرات إيه، وبعدين تعرض على اللي وجدته إيه، وبعدين لجنة من الأطباء يقولوا أيوة دلوقتي نجرب بقى في الإنسان علشان إيه يعني نصلحها أحسن، وبعدين تتعمل على الإنسان بالفيزز المختلفة الأخيرة وبعدين الغير أخيرة من السرطان وكده، وبعدين دلوقتي مثلا طب كويس دلوقتي دفن لها فايدة وفايدتها يمكن أحسن من الحاجات الأخرى، فنعرضها للإطلاق في أي مستشفى تستخدم بعد هذا، ونتعشى منها يعني تبقى كويسة علشان الأمراض اللي احنا عايزينها، لأن الطريقة سهلة جدا ما فيهاش لا كيمياء ولا بتاع، فيها ضوء وقطع ذهب اللي عارفين احنا الجسم بيتخلص منها. السؤال إيه، وهو بيتخلص منها هل بتأثر على حاجة تانية وهي خارجة بره؟ فدي اللي عايزين نجربها. خطوة عزيزة وشرف لينا كرجينا أن الدكتور مصطفى السيد يجي عندنا، وأن شرفنا فضيلة المفتي. أنا ممكن أتصور معكم أنتوا الاثنين بقى، عايز أتصور يا صاحبي، ممكن ناخد الصورة دي بقى صراحة الدكتور مصطفى؟ الصورة جاية. المفتي ده حاجة سنة يا مستشفى. يا جماعة